الرئيس محمد مرسي يدعو الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد في 15 من الشهر الجاري. مليونية الشرعية والشريعة تستمر حتى الساعة المبكرة من صباح اليوم أمام جامعة القاهرة وسط تأييد وترحيب بخطاب الرئيس وتحديد موعد الاستفتاء. اجتماع اليوم لجبهة الإنقاذ الوطني للرد على طرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء، وأنباء عن الدعوة لعصيان المدني يوم الثلاثاء. المحكمة الدستورية تنظر اليوم دعويي حل الشورى وإلغاء قانون تحصين التأسيسية، وتواجه العشرات من متظاهري التيارات الإسلامية لحصارها منذ منتصف الليل. استمرار اعتصام ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور. سيدات تنس الطاولة بالأهلي والزمالك في المباراة النهائية للبطولة العربية اليوم. دي كانت أهم الأخبار، أما قراءتها ورؤية صحيفة الحرية والعدالة ومدير تحريرها الأستاذ علاء البحار، فنتعرف عليه حالا. صباح الخير يا فندم. يا صباح النور. إيه الأخبار أستاذ علاء؟ الحمد لله، يعني ربنا يسر الحال يا رب. إحنا متفائلين رغم كل اللي بيحصل، يعني متفائلين إن شاء الله أنه الأزمة أو الأزمات اللي احنا بنتعرض ليها هيكون فيها انفراجة الايام القادمة ان شاء الله بإذن الله. كيف من الممكن ان تكون الانفراجة وفي اي ازمة تحديدا؟ هو لا حل الا الحوار، يعني احنا حالة الاحتقان الموجودة في الشارع مش في صالح حد، لا في صالح السلطة ولا في صالح المعارضة ولا في صالح الشعب المصري، هي محتاجة حوار، والحوار لن يقوده الا الرئيس. يعني صحيح. دوره دلوقتي صحيح. ويكون حوار مبني على آليات، لان هي المشكله انه البعض بيشكو انه الحوار ما بيبقاش فيه آليات محدده وبالتالي بيتحول لمكلمه. كلام رائع. يعني الانفراجه لا تاتي الا بالحوار، والحوار هو يعني السبيل والطريق الوحيد قدامنا، ومن يقود هذا الحوار هو الرئيس المنتخب. السيد الرئيس عليه ان يدعو الحوار، ولكن متى يكون الحوار؟ أو نقول زي الله يرحمه عمر سليمان بط وين يعني إمتى يكون الحوار؟ الحوار يجي بعد الإعلان الدستوري وإقراره، ولا بعد الانتهاء من مسودة النهائية والدعوة إلى الاستفتاء عليه؟ هو في الحقيقة بانر الرئاسة اللي طلع مؤخرا كان بيتكلم على النقطة دي، نقطة الحوار. ربما في القرارات اللي بتصدر بيبقى في أكيد معارضة وفي مؤيدين، زي ما احنا شفنا امبارح الملايين الحشدة اللي خرجت. ملايين يعني حتى تقريبا كانوا كم مليون؟ لا هو التقديرات طبعا صعب عدهم، انما امبارح كانت يعني حضراتكم اكيد عارفين عدد الاوتوبيسات اللي جت وعدد اللي تم، وها طبعا يعني ده برضه من ضمن الحاجات اللي بيتم بها الخلط. ما في اوتوبيسات راحت يوم الثلاث، انما هو امبارح كان في لاول مره من بعد الثورة في 3 مليونيات في وقت واحد، وده رد على الناس اللي بتقول دي في اتوبيسات اللي بتيجي من المحافظات هي اللي بتملى. كان في مليونية في قدام جامعة القاهرة وكان في مليونية في الإسكندرية ومليونية في الصعيد. مليونية الصعيد يمكن حتى الأول مرة تتعمل بالشكل ده، إنه اتعملت في أسيوط لمحافظات الصعيد كلها. كم مليون كانوا في الصعيد؟ هو ما بيقولوا مليونية، يعني ده الكلام الوصل، بس هو يعني شايف إنه ده لفظ دارج ولا كانت مليونية؟ لا كانت مليونية بالفعل، والإسكندرية برضو يعني حتى يعني المشاهد فيها ملايين وأسيوط لا هي مش ملايين، هي مليونية، واليعني تقدر بمئات الآلاف، والبرضو اللي في الصعيد برضو تقدر بمئات الآلاف. اللي في مصر في تقديرها كان 2 مليون، من 2 ل 3 مليون. طيب ودي تقديرات تقريبا الصحف الأجنبية وتقديرات الصحف بعض الصحف المصرية. أي صحف أجنبية تحدثت عن يعني أعداد وملايين؟ أنا على ما أظن كان الواشنطن بوست كان في تقرير ليها، والنيويورك تايمز كان في تقرير ليها، وحتى يمكن الصحف النهاردة تقريبا كلها مجمعة أنها طيب. كانت نعود لنقطة البداية بعد إذن حضرتك أستاذ البحار، يعني الحوار متى يجيء وقت الحوار وإيه هو الوقت المناسب؟ هل بعد الدعوة للاستفتاء؟ يعني النهاردة مثلا في جريدة الأخبار صفحة 3 رئاسة الجمهورية تؤكد أنه الحوار مستمر مع القوى السياسية لتحقيق الاستقرار الدستوري والتشريع، ولكن فيما بعد كان إعلان بشكل رسمي من السيد الرئيس الدعوة للاستفتاء وتحديد الموعد الخميس 15 ديسمبر القادم. هو في الحقيقة الرئاسة خدت مسار واضح في موضوع الدستور، يعني أنا أعتقد أنه الرئيس يعني يمشي في اتجاه أنه خلينا بقى نحتكم للشعب، يعني فكرة حالة الجدل
وصلت لمرحلة سوفسطائية بين القوى السياسية وبعضها. يعني أراد الرئيس عندما تقدمت إليه الجمعية التأسيسية بمشروع الدستور أراد أن ينقل الأمر للشعب. يعني دع الشعب إذن أين يقول الحوار الذي تحدثت عنه الرئاسة في الأخبار وتحدثت ما هو يعني عنه. هو وجهة نظر الرئاسة أنه هيبقى فيه مسارين، مسار أنه الشعب يحتكم نحتكم للشعب في الدستور يقبل أو يرفض، لو رفض خلاص يبقى فيه جمعية تأسيسية ويبقى ده يعني اعتراف. طب اسمح لي بفشل الجمعية التأسيسية. أستاذ علاء البحار، يعني بالتأكيد حضرتك امبارح تابعت صحيح المليونية وتابعت منصة المليونية ومن كانوا عليها، كيف من الممكن أن يكون هناك اعتماد على احتكام للشعب وقد ومنذ البداية من سيرفض هذا الدستور هو كافر؟ لا هو يعني برضو الأمور ما بتاخدش كده، التعميم مرفوض. يعني زي برضو ما في التحرير كانوا من ضمن الشعارات يا طنطاوي يا عنان تعالى خلصنا من الإخوان، يعني مش هنقدر نقول ده سمعته يا فندم؟ كان موجود لا الحقيقة لم يرفع هذا لا هو في ما أنا بقول على الإطلاق لا بقول من هم في التحرير يعني كانوا ضد الحكم العسكري وكان ضد هذه القيادات ولديهم مطالبات بتقدمهم للمحاكمات. شوف حضرتك بتقول إيه، نفس الكلام برضو في يعني ده مش أكيد مش كل اللي في التحرير لا رفعه. أنا ما بتكلم بعض التحرير رفعوه برضو في بعض، ولكن إحنا بنتكلم على قيادات كانت على المنصة. لا 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 مش قيادات، هو على فكرة كانوا متحدثين وكل متحدث كان بيقول رؤيته الخاصة، ما كانش في بيان. ما عندكمش خوف يعني انه يكون في زي استفتاء الاعلان الدستوري انه يكون اللي هيقول هيروح الجنه واللي هيقول لا هيروح النار؟ انا عايز يعني عايز اوقفها، اصل حته التكفير دي مش سهله طبعا. يعني لما يطلع شخص ويقول الكلام ده هيتحمل هو مسؤوليته. انما بالامس يتحمل مسؤوليته؟ بالامس لم يخرج بيان واحد، لم يكن هناك تصريح رسمي سواء من الإخوان أو من السلفيين أو السامية أو من المشاركين من الشعب المصري، لم يكن هناك هذا الكلام. يعني أنه من يعني يرفض الدستور أو من يعارضنا فهو كلام طبعا كان غير موجود. طبعا ترفضوه؟ طبعا غير موجود. طيب هو ما خرجش ببيان، ولكن قيله بالتأكيد حضرتك سمعته كثير من الفضائيات كانت بتبث على الهواء مباشرة، أليس من مهم الآن أن يكون في بيان يعني يرفض هذه النبرة التكفيرية اللي مش هتساعد على الحوار اللي حضرتك أكدت على ضرورته؟ لا ما ده أكيد، وعلى فكرة كل القيادات على فكرة الإسلامية بلا استثناء بتأكد على الكلام ده. لا ما لأنه ما فيش بيان أصلا بالكلام ده يعني، ولكن ده قال. لا أنا أقصد ده واحد قال الكلام ده وراك كتير يعني يتحمل. لا هناك مريدين ومحبين وتابعين. أنا عايز أقول برضو يعني وراك كتير، يعني ما هي دي المشكلة. يعني واحد قال الرأي ده، يعني مين اللي ورا كتير؟ كان هناك يعني هل هو كان وتكبير. كان هو بالعكس على فكره الاتجاه في الميدان امبارح، يعني انا امبارح قابلت مسيحيين قابلت ليبراليين فعلا. يعني الفكره كلها انه المشكله ان احنا احيانا في حاله الاستقطاب بنمسك في الامور الخلافيه. بس كان في يعني ليبراليين ومسيحيين امبارح في مليونية الجامعه. طبعا على فكره امبارح انا يعني انا فوجئت بوجوه، يعني انا كنت متوقع ان اروح الاقي الاخوان والسلفيين والجامعه الاسلاميه. انا فوجئت بجموع شعبيه غير عاديه. يعني ربما يكون الناس يعني زهقت من حالة عدم الاستقرار صحيح، فعايزة تنقل البلد نقلة سريعة للاستقرار. طيب. فيعني وليس معقولا ان كل الملايين دي كلها اخوان وسلفيين، يعني صعب جدا. يعني صعب جدا. هو طبعا كان كتير منهم موجود، لكن برضو كان كتير من الشعب المصري موجود بالامس، وعلى فكرة كانت في اسر للشهداء موجودين برضو هناك، يعني كان كل الاطياف تقريبا موجودين في المليونية. الحرية والعدالة مليونية بجد، مظاهرات تأييد مرسي تخرج من كل شبر في مصر، ووفود المحافظات تملأ محيط ميدان النهضة. مليونية بجد يعني إيه؟ لا هي الفكرة كلها أنه أحيانا بيبقى في مليونيات يعني بتبقى حاضر فيها 20-30 ألف 40 ألف، لكن المليونية هذه المرة كان فيها يعني حشد غير عادي رغم أنه ما عدتوش برضه. لا هو على فكرة الوثائق موجودة، يعني على فكرة تم تصوير لأول مرة المليونيه بتاع امبارح بالهليكوبتر. أيوة. ليه مين اللي خرج الهليكوبتر؟ لا ده مصر 25 قناه مصر 25 يعني اجرت طائره وصورت المشهد امبارح كان يعني مشهد غير عادي. لما منع الناس ان هم يروحوا التحرير، او كان في مشكله ان هم يروحوا التحرير لانه كان في معتصمين وخوفا من حدوث مناوشات، تم اختيار الجامعه. البعض تخيل انه هيبقى عندنا ميدان النهضه والجامعه بس، يعني الناس هتيجي تملى المكان ده والمكان ده
مكان واسع وضخم. كانت المفاجأة انه كل الميادين تقريبا بتاع الجيزة اتملت، ميدان الجيزة طبعا احنا بنؤكد على فكرة احنا يعني طبعا هي هو الاتجاه دلوقتي لدى كثيرين مين اقل ومين اكتر، اوكي. واللي بيحصل دلوقتي انه في حسابات هندسيه لطول وعرض ومساحه وقطر ميدان سمين. التحرير وميدان النهضه، وهناك نتائج حسابيه، وهناك تاكيد انه يعني كتير مما من الارقام التي اعلنت لم لا ليست صحيحه، حيث انها ليست ادوار. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على فكره وضع راهن وفكره حوار وعدم وجود هذه الحاله من الاحتكام الى التخويف او الحشد والحشد المضاد. طيب طيب احنا خلونا نروح للمحكمة الدستورية العليا التي هي تحت الحصار، والنهاردة بتنظر دعوتين، دعوة حل مجلس الشورى ودعوة بطلان تحصين تشكيل تأسيسية الدستور. هنروح لزميلنا حسام حداد. صباح الخير يا حسام، ايه الاخبار عندك؟ صباح النور، احنا بالفعل متواجدون امام مقر المحكمة الدستورية بكورنيش المعادي، يعني الطريق للقادم من وسط المدينة الى المعادي في طريق الكورنيش الطريق متوقف تماما، حركة السير يعني تسير ببطء شديد. هناك تواجد وتجمع لمئات من المتظاهرين المؤيدين لقرارات الرئيس محمد مرسي ومؤيدين للإعلان الدستوري الأخير له، متواجدون أمام مقر المحكمة الدستورية والشوارع المحيطة بها. الأعداد تقدر بالمئات، يعتصمون منذ البارحة، وصلوا البارحة في تحرك من ميدان نهضة مصر إلى مقر المحكمة الدستورية. لم يصرح أحد بأنهم سيمنعون القضاء أم لا، لم يتكلم أحد عن محاولته لمنع القضاء الوصول إلى مقر المحكمة، حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الدعوتين. الأولى هي فض منازعة تنفيذ قرار الرئيس بتشكيل المحكمة بتشكيل عفوا الجمعية التأسيسية للدستور، والقضية الأخرى أو الحكم الآخر سيكون بصدد حل مجلس الشورى. وفي القضيتين سوف تتعرض المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أو في حيثيات حكمها للإعلان الدستوري الأخير، لكنها لن تعقب على الإعلان الدستوري الأخير، ستتعرض إلى الإعلان الدستوري الأخير في حيثياتها إلى في حيثيات حكمها إلى الإعلان الدستوري. ومن المتوقع أن تستخدم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية الذي ينص بوقف تنفيذ أي قانون يعترض حكم من المحكمة الدستورية العليا، كما تم استخدام هذا القانون 50 من قانونها في قرارها لفض مجلس الشعب ضد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عندما قرر أو أخذ قرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب. يعني في حالة الحكم بحل مجلس الشورى من المتوقع أنه سيكون هناك فراغا دستوريا إذا ما وافق الشعب المصري في الاستفتاء المقرر له يوم 15 ديسمبر المقبل على مسودة الدستور، حيث أن السلطة التشريعية ستؤول إلى مجلس الشورى. فإذا حل مجلس الشورى سيكون هناك سجالا دستوريا آخر ما بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة القضائية، بجانب السجال السياسي والوضع السياسي الحالي في الشارع المصري الذي اعتدنا في الفترة الأخيرة أن يترتب أو تكون تبعاته ناتجة عن الأحكام القضائية للمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة. بشكرك شكرا جزيلا حسام حداد، هنعود إليك مرة تانية عشان نتعرف على المستجدات. وشروق النهاردة صفحة 3، الدستورية تتحدى إعلان الرئيس وتبحث مصير الشورى اليوم، قضيتا الشورى والتأسيسية جاهزتان للحكم والمفوضين تبحث إلغاء 11 أغسطس، تبحث إلغاء إعلان 11 أغسطس. وحامد الجمل مستشار حامد الجمل بيقول صدور حكم في أي من الدعويين يعني بطلان الإعلان الدستوري، بالتأكيد متاهات قانونية قضائية يترتب عليها أمور سياسية، أمور ربما ملخبطة شوية ملعبكة شويتين، بس احنا نحاول نتعرف على يعني تفاصيلها وتحليلها القانوني من خلال لقائنا مع سيادة المستشار عمرو جمعة.
في فقرتنا التالية. الصحافة بتتكلم النهاردة عن ما يحدث أو ما سيحدث داخل الدستورية. الوطن في صفحتها الأولى: رسميا الدستورية تواجه إعلان مرسي. ومن الوطن أيضا حديث للسيد المستشار فاروق سلطان رئيس سابق للمحكمة الدستورية، يقول إعلان الدستوري باطل وليست له قيمة وغير ملزم لأي جهة. رئيس الدستورية العليا السابق مرسي سيفقد شرعيات فور مطالبة الشعب برحيله. ومن المصري اليوم: الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش يقول التصويت على الدستور تم بسرعة دفن الموتى. نبدأ من الدستورية، محكمة دستورية. يعني تعليق حضرتك على ما قيل وهذه التصريحات. هي المحكمة الدستورية، بس أنا عايز أقول أنه اللي موجود دلوقتي على حد علمي هو اعتصام سلمي، ولن يتم منع القضاء من الدخول وممارسة عملهم يعني. وما الهدف من هذا الاعتصام السلمي؟ هي دي محتاجة بقى يعني مصدر من المصادر الرسمية داخل الإخوان أو حزب الحرية والعدالة ويقول هل هم فعلا المعتصمين. طب هل قمتم بهذا الواجب داخل جريدة الحرية والعدالة؟ لا، الحقيقة هنتابعه النهاردة إن شاء الله ولسه يعني ما. طب هل كان الاعتصام، هل فوجئتوا أستاذ علاء يعني هذا التحرك؟ فوجئنا طبعاً. فوجئنا بالليل متأخرا. التحرك كان شبه منظم يعني احنا حاسين وكأن المجموعات منظمة ورايحة تعتصم قدام المحكمة الدستورية، ووصلنا خبر انه في اعتصام هناك. هل الاعتصام ده فعلا منظم من قبل الاخوان او حرية والعدالة؟ ده محتاج مصدر رسمي يعني. بس بعيد عن ده، ولكن حضراتكم يعني تمثلون الحزب صحفيا يعني جريدة الحزب، الجريدة الناطقة باسم الحزب، وبالتالي من المفترض ان لديكم يعني تفسيرات لكثير من الخطوات. احنا اتصلنا ببعض المصادر فعلا وجالنا تقرير مبدئي انه لا، ده اعتصام سلمي وليس المقصود منه منع القضاء، ولكن هو توصيل لرسالة معينة. لمين؟ بس هو انا عايز اقول حاجة. لمين؟ ما انا عايز اقول حاجة هنا في المشهد ده. طب الرسالة توصل لمين حضرتك؟ للمحكمة الدستورية، لأن المحكمة الدستورية كانت معظم محكمة سياسية. أليس هذا بمثابة تأثير على عمل القضاء والعدالة في مصر؟ ما انا عايز بقى اوضحه انه للأسف بعد الثورة بعد تنحي الرئيس السابق تحولت المحاكم إلى ساحات سياسية، وده الخطير انه زج بالقضاء في كثير من القضايا السياسيه. حتى احنا شفنا احكام يعني براءة قتلت الفوار يعني، وكأن القضاء هو المسؤول الوحيد عن هذا الامر، ربما يشارك في المسؤوليه عن براءة، لانه كانت المشكله في الادله وما الى اخره كما نعلم جميعا. راينا ان ساحات القضاء تعج بالقضايا السياسيه، يعني قضايا حول البرلمان السابق الذي حل، قضايا حول مجلس الشورى، وقضايا حول التأسيسية. وبالتالي أصبح القضاء ساحة للشجار والسجال. طيب شايف أنه القضاء تم الزج به في أمور السياسة، ولكن كان هناك، اسمح لي فندم، كان هناك بيان يعني من المحكمة الدستورية العليا بيؤكدوا فيه على كل يعني بيردوا فيه على كل ما ذكرته. أولا فيما يتعلق ب يعني هذه الأحكام، أحكام البراءة، يعني القاضي له أن يحكم بما لديه من أدلة، قرائن، شهادات. أنا بهجمش على فكرة، أنا متفق على كل أنا بناقش حضرتك وما لدي أيضا من مواد قانون. دي واحد. فيما يتعلق بنظره ل يعني مدى قانونية ودستورية استمرار المجالس التشريعية ومنها مجلس الشعب، يعني بيان الدستورية وقضاة الدستورية يؤكدون أنه ده مش رغبتهم أو هدفهم على الإطلاق، ولكن هناك عوار قانوني كان مصاب بالانتخابات نفسها ولكن تم إجراءها على هذا الأساس، ومن ثم لما تم رفع قضية كان على القاضي أنه ينظرها، وبالتالي هو حكم بما يراه عدلا. هو بعيدا عن الدخول في التفاصيل، انه حتى في برضه قانونيين وقضاء قالوا لا، الاحكام كانت سياسيه وكان فيها جانب من المبالغه في التعامل مع القضايا، زي قضيه حل مجلس الشعب لم تنظر فقط في القضيه المقدمه في حل الثلث فقط، بل قامت بحل المجلس يعني باسر. انا بس عايز يعني اقف عند نقطه، يعني مشكله انه لما دخل القضاء واصبح ساحه لنظر القضايا السياسيه دار الجدل، يعني حتى كثير من القوى الثورية وكثير من القوى السياسية
كانت بتروح للمحاكم في قضايا كثيرة جدا سياسية وقضايا قتلت المتظاهرين والثوار، وكانوا يتظاهروا، وكان أحيانا الأحكام ما بتعجبهمش وبيقولوا شعارات ضد هذه الأحكام، وهو مش المقصود أنه ضد الأحكام، هو مقصود ضد هذه الحالة، ضد هذه الحالة الغريبة جدا، وكأن القضاء أصبح منوط به الفصل في العمل السياسي وظهر وكأنه تدخل في العمل السياسي. حتى احنا شفنا نادي القضاء ورد فعله على الإعلان الدستوري، شفنا بعض القضاة زي المستشار تهاني الجبالي، المستشار الزند، كانوا يتحدثون بشكل واضح جدا في وكأنهم خصوب لبعض القوى السياسية، وبالتالي هذا السجل السياسي يجب أن ينتهي. القضاء في النهاية هو حصن أخير وملاذ أخير لكل المصريين، يجب أن نحافظ على تماسكه، زي ما احنا قلنا برضو على الداخلية والأمن المصري يجب أن يحافظ على تماسكه، بالرغم من أنه مطلوب تطهير هذه المؤسسات، والتطهير يجب أن هو يكون من داخل المؤسسة أولا، ويجب أيضا أن يشارك، يبقى في مشاركة مجتمعية. شايف أنه من خلال الإعلان الدستوري اللي أعلنه السيد الرئيس مؤخرا هناك بدء في هذه العملية، عملية تطهير هو يعني القضاء. هو طبعا يعني هو الإعلان الدستوري تعامل بشكل واضح ومباشر، ويمكن هي دي يمكن أثارت جدل، وإن كان المؤيدين أكثر من المعارضين في موضوع بالذات إقالة النائب العام أو إبعاده. على فكرة هو أبعده بشكل ما عن طريق قانون أصدره فتم إبعاده يعني. ولكن تم تعيين آخر بنفس الطريقة التي عين بها السابق. ما هي على فكرة هو بيستخدم نفس الآلية، لأنه القانون هكذا يعني، هنا كذا لما بقى يتغير في القانون هكذا، ولكن القانون أيضا ألا يعزل يعني. لماذا لم يتم مثلا سأن قانون جديد في السلطة القضائية، تغيير قانون السلطة القضائية لتتم إقالة السابق وانتخاب جديد من داخل المؤسسة القضائية؟ أوضح نقطة مهمة، فعلا النائب العام هو ضد العزل، لكن لما نشوف زي نواب العام السابقين تم إبعادهم كان بنفس الطريقة تقريبا، إذن تسيرون على يعني أو يكون السير على نفس النهج السابق؟ لا، أنا بس عايز أقول حاجة، أنه في دفع ذاتي، أنت بعد تولي الرئيس مرسي للحكم لن تتغير البلد بين يوم وليلة، حتى قانون السلطة القضائية من الخطر أن يمرره الرئيس دون مناقشة، وبالتالي هو استخدم الآليات القانونية الموجودة حتى لا يخالف القانون، فاستخدم الآلية القانونية الموجودة. يعني هذا الإعلان لا يخالف القانون ترونه؟ على فكرة الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري أكد ذلك، أكد تأييده للإعلان التام، كثير من القانونيين زي ما كثير من القانونيين برضو كان عليهم ملاحظات. صحيح. فهو استخدم من وجهة رئاسة من وجهة نظرها استخدامة القانون في إبعاد النائب العام على سبيل المثال كخطوة أولى في تطهير أو بمعنى أصح تطوير القضاء، يعني التطهير أحيانا برضو بتبقى فيها مبالغة شوية. في نفس الوقت يعني تطالبون بالطلب وتتحدثون عن مبالغة. طيب اسمح لي أستاذ علاء، يعني طبعا الإعلان الدستوري كان هو ربما الشرارة التي أدت إلى الكثير من الفعاليات الرافضة والمؤيدة، وإمبارح كان حسب جريدة الحرية والعدالة مليونية بجد كانت في ميدان نهضة مصر وحملت تأييد كبير للسيد الرئيس ولكل قراراته. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من خلال تواجدنا هناك في هذه المليونية. ظاهرة صحية. ازاي ظاهرة صحية؟ طالما هي في نطاق العمل السياسي يبقى إذن الدولة بتاعتنا لا تحكر على رأي، ليس هنالك حكرا على فكر. يبقى فين القلق؟ مفيش قلق. الشريعة موجودة وهتفضل موجودة سواء بنص أو غير نص، وكلنا موافقين سواء مسيحيين أو مسلمين موافقين الشريعة الإسلامية موجودة، مش محتاجة نص دستوري. وأول مرة أشوف إن مليونية بتطلع أو تنظيم بيطلع بيؤيد. دايما المعارضة هي اللي بتعترض. هم طالعين يقولوا ايه؟ طالعين يقولوا ان الرئيس كلامه صح. طبعا ده كلام انا معرفش، ما مش منطقي اطلاقا يعني. الديمقراطية هي اللي بتقول كده، في رأي ورأي اخر. انت بتحشد معارضة وبتوريني عددك، من حقهم التانيين يودينا عدد. مصر دولة اسلامية، ده وضع طبيعي. هو موضوع الخلافات ان شريعة وغير شريعة، نص المادة 2 قالت مبادئ، جم في المادة 219 الدستور اللي اتسلق، ها مادة 219 حدد على سبيل الحصر بقى
احكام واللي 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 فسرها. انا رايي، انا رايي الدستور كله لا ينفع. اصل الشريعه الاسلاميه مش دي جوايا وجوه كل انسان، المسيحي حافظها وعارفها اكتر من المسلم. النهارده انت وصلت الشارع ان ناس بتقول اه وناس بتقول لا على حاجه كل الناس المفروض العقل بيرفضها. يعني النهارده انا بتكلم في حاجات ديكتاتوريه بتقله اشخاص المفروض ان العقل نفسه بيرفضها. والله انا شايف اذا كان هم في السلطه بينظموا مظاهرات ليه؟ السلطه كلها معاهم، الناس اللي طالعه في الشارع في التحرير وبتتظاهر ضدهم دي ما معهمش اصلا ولا معاهم سلطه ولا معاهم حاجه. إذن ومن خلال استطلاع الرأي حول المليونيات اللي بجد واللي بجد برضو ما بين مؤيد ومعارض، البعض شايف ان هي دي الديمقراطية في رأي وفي رأي آخر، والبعض الآخر بيتحدث ازاي ابقى في السلطة وانظم مليونية. المعارض بينظم مليونية علشان يوصل صوته، ولكن كيف ينظم من يمتلك مقاليد الامور والحكم مليونية؟ لا، هي الفكره كلها انه احيانا دي برضو من الاشياء اللي بتبقى احيانا بيبقى فيها خلط وفيها عدم وضوح. احنا دلوقتي على فكره ما فيش سلطه ومعارضه بالمفهوم التقليدي. احنا بعد الثوره قعدنا فتره كبيره جدا مرحله انتقاليه، وبعدين تم انتخاب الرئيس ب 13 مليون صوت كما نعلم. يعني المشكله هنا أن الذين خرجوا لتأييد الرئيس لم يخرجوا لتأييد شخص الرئيس، هم خرجوا لتأييد المشروع نفسه، أنهم حسوا أن هناك قوة تريد إفشال الرئيس. هذه الرسالة وضحت تماما يوم الثلاثة اللي فات، وشفنا شعارات كثيرة يسقط يسقط محمد مرسي، يسقط يسقط حكم المرشد، فرأوا أن هناك يعني اتجاه لإسقاط رئيس لم يمر عليه ثلاث أو أربع شهور، وبالتالي هبوا ليس دفاعا عن الرئيس في حد ذاته لكن دفاعا عن المشروع نفسه. أي مشروع؟ هم طرحوا مشروعهم الإسلامي، هم طرحوا مشروعهم على الشعب، الشعب اختارهم سواء في الانتخابات البرلمانية للبرلمان الذي يحل أو الانتخابات الرئاسية. ده اللي هو كان مشروع النهضة؟ هو جزء من مشروع النهضة على فكرة. المشروع النهضة مشروع يعني 18 سنة، من 18 ل 20 سنة. فين تفاصيل؟ إنما المشروع الرئاسي، المشروع الرئاسي مختلف شويه. ما هي دي مختلف عن مشروع النهضه، ولكن هذا كان يعني مشروع سيد الرئيس يعني أو هو مرحله كان مترشحاً. لا، هو مرحله، هو مرحله يعني. هو المشروع النهضه 18 من 20 سنه، الاربع سنين الاولانيين معروف انه بعد اي ثوره بي بي بيكون مطلوب فيها اعاده تاهيل للاوضاع، ولكن هو مش واضح يعني فندم، يعني تأهيل لا النهارده حد عارفه وبالتالي يقدر يعارضه، ولا حد عارفه يقدر يؤيده. يعني كيف لنا ان نؤيد او نعارض مشروع قيل عنه فيما بعد على لسان مهندس الشاطر انه مشروع فكري؟ لا لا لا، هو طبعا ده كلام النقل خطا عن المهندس خالد شاطر. يمكن حتى انا نفسي تستضيفوه بقى، يعني تستضيفوه يبقى فيه حوار مباشر لو هتتوسط. احنا كلامنا، احنا مستعدين. لا مش اي مشاكل يعني احنا مستعدين، مش اي مشاكل. هو يجب ان يكون في انفتاح على الاعلام الفتره اللي جايه دي بالذات، لانه في قضايا كتير يجب ان توضح وفيها التباس يعني. بس يعني بعيدا عن ذلك، احيانا بيبقى في مثاليه للأسف في التعامل مع الواقع. احنا معروف انه بعد انتخاب الرئيس ان امامه ملفات خطيرة جدا وملفات شائكة. الاقتصاد مدمر، البناء السياسي لم يكتمل بعد، احنا حتى لغايه دلوقتي بنتكلم في الدستور وفي جدع حول الدستور ولسه في انتخابات مجلس الشعب. وبالتالي التعامل بمثالية انه في خلال 3 4 شهور يجب ان تظهر معالم مشروع النهضة، ان يظهر اثاره على لا على الناس. ده كلام خطورة يعني، هذا ما عرفناه وتم تسويقه بشكل او باخر انه مشروع موجود محدد، موجود يشمل تعليم وصناعة وزراعة وفكر وكل شيء. هو في بيطبق على مراحل. المرحلة الاولى اللي هي الاربع سنين الاولانيين بيسموها حتى في الاقتصاد، احنا لما بنقعد ندرس في المراحل دي إعادة تأهيل. أنا إعادة تأهيل للمجتمع كله اقتصاديا، أمنيا، سياسيا، تعليميا في الأربع سنوات الأولى. وغالبا في الأربع سنوات الأولى بعد الثورات ما بيبقاش في نتائج واضحة قوي على المواطن المصري، لكن بتبقى في نتائج عامة إنه بيبدأ فعلا النمو، يعني معدل النمو بيزيد. ويمكن الخطة اللي طرحها
رئيس الوزراء فيها الحته دي انه المعدل النمو المفترض ان ينتفي خلال 4 سنوات الى 3.8%، وهو دلوقتي واحد تقريبا 1.2%. طيب عموما يعني هو فكره النهضه ومشروع النهضه في كلام كتير عليها وبحث مستمر عن فين النهضه، شكله ايه النهضه، ازاي وايه هي تفاصيل النهضه. ربما كان في مشروع نهضه في اوائل القرن الماضي وتحديدا سنه 19 لما كان في مشروع بالفعل وامل كبير جدا لدى قوى سياسيه مختلفة، والنهضة كانت أملها سياسي وفني وتعليمي وأدبي. وقتها كان الاكتتاب اللي تبناه سياسيين كبار وأدى إلى تأسيس هذا العمل الفني الكبير تمثال نهضة مصر. ما بين نهضة مصر اللي كان أوائل القرن الماضي ونهضة مصر اللي هي من المفترض أنها التوجه إليها الآن، خلونا نشوف بعض التفاصيل في تقريرنا التالي. أمام تمثال نهضة مصر قررت القوى الإسلامية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي والجماعة الإسلامية تنظيم مليونية الشريعة والشرعية تأييدا للإعلان الدستوري الذي اعتبروه بداية النهضة، في حين يراه الفريق المعارض على إنه بداية العودة إلى الخلف. فتاة مصرية تقف بجانب تمثال أبي الهول وتضع يدها على رأسه وهي رمز لمصر وتنظر إلى المستقبل. هذا هو تمثال النهضة، أهم إبداعات الفنان المصري النحات محمود مختار، والذي يعد رمزا لمصر الحديثة، مصر التي تبحث عن مستقبل لوطن يدافع عنه ويحمي هلاله مع صليبه، وطن يعزز قيم الحرية والديمقراطية لا للاستبداد والسماع والطاعة. جاءت فكرة نحت تمثال ليمثل نهضة مصر في فترة سياسية مهمة قادها الزعيم سعد زغلول وتبلورت في واحدة من أهم الثورات الشعبية، ألا وهي ثورة 1919 والمطالبة بالاستقلال، وهو نفس العام الذي شهد نحت تمثال النهضة. هذا التمثال كان يبلغ حجمه نصف حجم التمثال الحالي، وتم عرضه بمعرض الفنون الجميل السنوي في باريس. وخلال زيارة الزعيم سعد زغلول ورفاقه من حزب الوفد للمعرض، طالبوا مجلس الوزراء حين ذاك بإقامة التمثال في القاهرة. مفارقة تاريخية وحدها تجمع بين نهضة مصر وجماعة الإخوان، ألا وهي أن تمثال النهضة الذي شيد باكتتاب شعبي شارك فيه جموع الشعب المصري أزيح عنه الستار عام 1928، وهو نفس عام بداية نشأة جماعة الإخوان، ونقل من ميدان رمسيس إلى موقع الحالي بالجيزة عام 1955 بعد أشهر قليلة من قرار الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بحل الجماعة. ومن نهضة محمود مختار إلى نهضة الشاطر وجماعة الأخوان المسلمين، هناك فاصل زمني وتاريخي طويل شهد متغيرات كثيرة في مجرى الأمور انتهت بنا إلى ما نحن عليه الآن. والمشهد تجلى في مليونية الإسلاميين التي أصرت على أن الإعلان الدستوري بداية مشروع النهضة، على الرغم من تصريحات صاحب مشروع النهضة نفسه القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر التي قال فيها بوضوح: موضوع مشروع النهضة الإعلام بيتعامل مع الموضوع بطريقة غلط. احنا بقولش مشروع النهضة ان عندنا برنامج واضح محدد نهائي هنفرضه على الناس، ده كلام ما ينفعش، انما احنا بنجهز مشروع مبدئي مقترح. مفاجأة الشاطر شهدت رد فعل ساخن من قبل النشطاء، وكان أبرزها هتاف الألتراس ضد النهضة. ومنذ ذلك الحين أصبح السؤال: أين طائر النهضة الذي سيغرقنا في أنهار العسل؟ الكل بحث عن النهضة بطريقته، فهناك من وصفها بلبوسة النهضة. حسيتوا بيه؟ حسيتوا بيها؟ عرفتوا النهضة فين دلوقتي؟ أشكال كثيرة رسمت لطائر نهضة الإخوان، البعض تخيله طائر شكله مخيف، وفي تصور آخر كان كائن خرافي مثل الكائنات الخرافية كالغول والعنقاء. نهضة محمود مختار ستظل جزء من تاريخ مصر لأنها نهضة قامت على أساس الحرية، فالنهضة لا تستقيم مع الاستبداد، فكلاهما نقيض للآخر، طالما حضر الاستبداد غابت النهضة.
شكرا جزيلا رحاب الشاذلي. ومن نهضة أوائل القرن الماضي إلى نهضة أوائل القرن الحالي ورؤى مختلفة وبحث مستمر. ولكن سمعت بنفسك أستاذ علاء البحار حديث مهندس شاطر عن مشروع النهضة وأنه الإعلام بيتعامل معاه بشكل مختلف على أنه مشروع جاهز وموجود. إحنا بنجهز مشروع مبدئي مقترح. أنا بس ليا تعليق لأن أنا خريج إعلام. التقرير طبعا واضح أنه متحيز جدا ملون، هو في اتجاه أنه عايز يقول في النهاية أنه مفيش مشروع نهضة. هذا ما قاله السيد الشاطر. لا أنا عايز بس أقول لحضرتك حاجة، ما أنا هوضح لحضرتك التصريحات. الأصل أنه في التقرير أنه لما بيجيب الرأي بيجيب الرأي المقابل اللي هو أصحاب المشروع نفسهم، بيجاب رأيهم وبيتقال في نفس التقرير فيبقى في توازن. مش من أصحاب المشروع لا نفسه. لا أنت حضرتك لقطتي لقطة. المهندس الشاطر خالد الشاطر على فكرة كانت لي محاضرات كثيرة جدا هنا جوه مصر وبره مصر، وخاصة في الجزء الخاص بمشروع النهضة بجذب الاستثمارات، وكان لي كلام واضح جدا في محاور المشروع النهضة. ده بالنسبة للتقرير. يمكن يعني حضرتك أعتقد أن هناك تضارب ما بين محاضرة وأخرى، لقاء وآخر. لا لا أنا عايز بس أقول حاجة، أنه لما بيتعمل تقرير أنا أتمنى أنه يبقى فيه توازن، أنه يبقى فيه الرأي ورأي الآخر. هو حضرتك بتمثل الرأي الآخر. حضرتك بتمثل الرأي الآخر. هو بس عايز أوضح. يعني ربما حضرتك رئيس مدير تحرير جريدة الحرية والعدالة، وحضرتك بتشرفنا النهاردة. لا أنا بتكلم على التقرير نفسه. طب حضرتك موجود فيما بعد التقرير علشان نقدم هذا التوازن، وبالتالي تعليق حضرتك على ما ورد والبحث المستمر والدائم عن النهضة. أنا كنت حضرت يمكن محاضرة للمهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق في التجربة الماليزية. احنا دايما بيبقى في لما يكون في تحفز ضد مشروع انا بنقي كلام وبنقي مواقف معينة بحيث ان انا يعني ادمر هذا المشروع. مهاتير محمد حتى كان بيقول انا مشروعنا لما يبدا نفس كلام تقريبا المهندس خيرت الشاطر، انه اي مشروع بيبدا بيبقى مشروع مقترح ما بيبقاش مشروع نهائي. لان كانش هو جاهز مشروع مهاتير محمد يا فندم. لا ده هو ده اقتصاديا انا بس اقتصاديا ما كانش جاهز. بس هكمل رؤيتي، لانه بالذات لما نيجي نتكلم في اقتصاد لابد ان تكون الفكره ان هي معادله. يعني معادله، يعني انت عارف حضرتك زي معادله الثوره كده، تقول مؤيدين زائد معارضين ناقص فلوس يساوي نجاح الثوره. مؤيدين زي معارضين. خلينا في مشروع مهاتير محمد. ألم يكن محددا؟ من هقول لحضرتك اهو، المشروع مهاتير محمد يعني اللي هو كان طرحه في البداية، هو حتى هو قاعد قال ان انا احنا لما جينا بدأنا نطرح مشروع كان عبارة عن افكار، ما كانش مشروع يعني مرتب ترتيبا كاملا، لانه المشروع ده لا يقوم به جهه او طيار. انا عايز اكمل عشان يعني بس من لا خالص مش بقطع، احنا جدا. بس عشان ما نتوهش في التفاصيل. انت قلت رايكم في التقرير. طيب فانا أوكي. خلوني اقول رايي بس بتقارن، يعني بس نفهم. حضرتك بتتكلم على مشروع مهاتير محمد وهذه النهضه الماليزيه، الم تكن محدده؟ هذا هو السؤال. وبعد كده حضرتك انطلق. ما انا بجاوب اهو. انا بجاوب حضرتك. طيب اتفضل. الاقتصاد على فكره مفهوش ان يعني الواحد يسال سؤال ويترد عليه بكلمه، لا لابد من توضيح الفكره كلها. يعني مهاتير محمد قال انه اكيد الفكره ده مش انا بقول لحضرتك اهو، انا بقول لحضرتك قال انه المشروع الاقتصادي الماليزيا بدا بمجموعه من الافكار والرؤى، لانه المشروع مش بس في طرف هو اللي بيعمله، مش الاخوان بس هم اللي يعملوه، وده يمكن كان رؤيه المنصب الشاطر. تم انتخاب اعضاء الشعب. اكمل كلام حضرتك، انا ما بعرفش اكمل جمله واحده. لا لا اتفضل، ليك كامل الحريه انك تكمل. انه بيبقى عباره عن محاور ومقترحات، وبيبقى ليه اهداف واضحه والبرنامج زمني واضح، لكن في التنفيذ بيختلف. انه هذه الافكار والمقترحات مش بينفذوا جهه واحده بس، بيعمل حوار مجتمعي حواليه، وكمان بيعمل عمليه اعاده تاهيل للواقع الموجود. لانه كان ساعتها حتى مهاتير محمد بيقول انه كان الاقتصاد تقريبا مدمر. جميل. من 50 سنه مهاتير محمد جلس في الحكم 30 عام 30 سنه عشان يعمل مشروع 30 سنة ونجح. زي برضو أردوغان. يعني أردوغان لما بدأ مشروعه أول مهاتير 30 سنة ولا 20 سنة؟ على ما أظن 30 بدأ 20 سنة اللي أنا أعرفه أنه قعد تقريبا 30 سنة. حتى البعض كان بيتهمه بأنه هو تحول لديكتاتور. الأردوغان نفس الكلام. أردوغان على فكرة لما بدأ من حوالي 10 سنين أو 11 سنة كان برضه نفس الكلام، كان بدأ وكان دخل الفرد حوالي $2000، وكان له رؤى وأفكار وبدأ ينفذها على أرض الواقع عندما تسلم السلطة. تمام. بدأ ينفذ أفكار. اسمح لي بس علشان ننتقل من نقطة لأخرى. أنا بس عايز أوضح أنه حتى الكلام المهندس خالد الشاطر بيقول
انه بعض تعامل وكانه مشروع جاهز يعني انه لا ده هطبقه يعني هبدا النهارده بعد شهرين ثلاثه هيبان نتيجته. لا ده لابد من يكون في مشاركه مجتمعيه طبعا. لانه مشروع النهضه ده مش هينفذه تنفيذه السلطه فقط. احنا بقى عايزين مشاركه مجتمعيه. ما ده صح. احنا عايزين انه مشروع النهضه حتى لو لم يطبق ولن يطبق ولن تظهر نتائجه في خلال شهر او شهرين على الاقل نشوف تفاصيل على الاقل نشوف تفاصيل هذا المشروع ونؤكد على طلبكم فكره المشاركه المجتمعيه حيث أنه السيد الرئيس هو رئيس لكل المصريين وحيث أنه هذا المشروع مطلوب منه نهضة كل المصريين. أنا عايز أكمل فنريد أن أنا عايز أكمل يعني أن نناقش الجزء الناقد للمشروع يعني ما هي أنا عايز أكمل جزء الناقد للمشروع وده أنا حتى يعني اتكلمت فيه مع كثير من الزملاء في حزب الحرية والعدالة أنه المشكلة الكبيرة أن أنت عشان تبدأ مشروع زي ده لابد أن يكون على أرضية واضحة على أرضية واضحة يعني حتى في تشكيل مؤسسة الرئاسة في تشكيل الوزارة في تشكيل المؤسسات الدولة لم نرى رؤية واضحة في هذه الفترة اللي هي 4-5 شهور لتبني هذه المؤسسات لمشروع النهضة وذلك أنا بقول لحضرتك التطبيق مهم جدا يعني قد يكون المشروع رائع وجيد إنما التطبيق هو ده المحك العملي لكي نحكم على المشروع. انا شايف ايه اللي عقل تطبيقه؟ هو طبعا هم ليهم بعض ربما تكون المبررات المنطقيه وهناك بعض القصور. المبررات المنطقيه ان الوضع في مصر فيه سيوله عاليه وكانت فيه ملفات اهم ملفات على سبيل المثال زي ملف سيناء ملف غزه ملفات فرضت نفسها ملف الفوضى الامنيه والانفلات الامني فهم كانوا ممكن تظلم تلبق انت بنعمل عمليه تاهيل. طب يعني هو مشروع النهضه ما كانش ملتفت انه في سيناء وفي غزه وفي فوضى امنيه؟ لا هو المشروع النهضه كان بيتعامل مع وضع شبه مستقر يعني زي كل المشاريع انما هو التطبيق بيواجه ببعض العقبات وعلى طيب فكره يعني اي وعلى فكره اي خطط احيانا بيقولوا كده في عمليه التقييم انه احيانا بتواجهها عقبات يعني مفاجاه طالما انه هذا العقبات. المشروع هو واحنا هناك رؤية محددة نتمنى انه يتم طرحها يعني هذه هي الخلاصة. وعلى فكرة على فكرة برضه انا استاذ علاء البحار انا مش عايزة استغرق يعني احنا دلوقتي بقالنا حوالي يعني تلت ساعة بنتكلم في هذا الموضوع طالما هو موجود نتمنى انه يتم طرحه ما حدش هيكون ضده على الاطلاق طالما هو يستهدف صالح البلد وصالح المواطنين. احنا معانا على التليفون سيادة المستشار اشرف ندى رئيس محكمة استئناف القاهرة. صباح الخير سيادة المستشار. صباح النور يا فندم. صباح الفل سيادة المستشار حضرتك يعني اتصلت بينا هل التعليق على يعني الامور امام المحكمة الدستورية ام على التعليق على يعني تعليق العمل بالمحاكم؟ لا هو حضرتك التعليق العمل بالمحاكم ده قرار اتخذناه لان القضاء اصدرت كرامته وان القاضي لا يستطيع ان يحكم تحت وطأة الارهاب والضغط النفسي والعصبي اللي اخواننا المسلمين بيعملوا. فأين هو الارهاب يا فندم؟ هل تتصوري المشهد امامك الان هذا المنظر وانا قاضي ادخل جلستي لا استطيع ان احكم وانا مطمئن ومستقر حتى الشرع بيقول ان القاضي لا يحكم وهو ضباط وهو عليه ضغط نفسي بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده انا رايح دلوقتي فعلا كنت رايح المحكمه الطرق مقفوله تماما وده تعطيل حركه المرور. حضرتك مش قادر توصل لهناك؟ انا مش عارف اوصل ازاي المحكمه الاضاله راح تحكم تشوف المنظر ده وهي داخله. هل في اي مداخل غير المدخل الرئيسي من الممكن انه يدخل منه الساده القضاه؟ لا حضرتك المفروض تكون الامور هادئه وطبيعيه والمحكمة تدخل المبنى بتاعها وتنظر عملها. سيادة المستشار يعني معانا الأستاذ علاء البحار مدير تحرير جريدة الحرية والعدالة وهو يؤكد أنه يعني هذا الاعتصام أو هذه الوقفة هي وقفة سلمية لا تستهدف إرهاب ولا تستهدف تخويف ولكن تستهدف توصيل رسالة. الوقفة دي يا فندم تتوقف في أي بقعة من بقاع مصر لكن ما تتوقفش قدام مبنى محكمة مبنى العدالة. دي نقطة. النقطة الثانية يا فندم دلوقتي أنا أعرف كويس جدا أن الحكم هو عنوان الحقيقة وهو حكم العدل فأنا أروح أهزم هذا العدل وأمنع صدوره وأمنع أي حاجة تحصل والمظاهرة اللي عملوها امبارح المفروض المنصة لا يعتليها إلا النخبة وهو ده رأي النخبة هم المنظمين المظاهرة طلعوا سمعنا المسلم شتاما لعانا سبابا شيء غريب جدا لا ده اهانوا القضاء وقالوا لازم نطهر القضاء وكأن القضاء اصبح ملوثا ولم يكن
تكون ملوثة حين الاستفتاء وحين الإشراف على مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية، أصبح بعد كده بقى ملوثة، من يعترضنا فهو زنديق وكافر وفاسد. سبوا الإعلام، ذكروا أسماء إعلاميين بالاسم وسبوهم وشتموا بالاسم، هل هذا من الإسلام يا جماعة؟ يا 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 يعني يا شعب مصر اتحدوا، ما يصحش كده نطلع نشتم وده النقطة. أنا مش بتكلم على المتظاهرين، يقول ممكن متظاهر يقول أي حاجة غلط، لكن اللي يطلع على المنصة. طيب ده كمان كلام رد عليه أستاذ علاء البحار وقال إنه صعب إن إحنا نعمم التواجد أو الاتهامات زي ما بتكون في التحرير كانت في ميدان نهضة مصر. لا يا فندم، لا يا فندم، لا دي كده تبقى تحولنا إلى خناقة. أنا أفهم إن الشعب يروح يعمل وقفات ويتظاهر يطالب بطلبات، أما من هم في سدة الحكم؟ ده الرموز نفسهم طلعوا على المنصة. يعني صفوة حجازي طلع على المنصة وقعد يشتم بالأسماء، ده ما ينفعش. لا يا جماعة، اللي بيحصل ده ما كانتش مظاهرة، دي كانت خناء. ده كده يعني المنظر المشهد العام، وهم نفسهم قالوا لا وجود إلا لمرسي وقرارات مرسي. طيب اسمح لي سيادة المستشار وحضرتك معانا على الهوى، جالنا خبر عاجل، خبر عاجل، قضاة المحكمة الدستورية العليا يبحثون الآن الانعقاد ونظر هذه القضية في مكان آخر نتيجة لتحذيرات أمنية وجهت إليهم من التوجه لمقر المحكمة الدستورية العليا، وخلال ساعتين سيتم الإعلان عن هذا المكان البديل. إذن قضاة المحكمة الدستورية العليا لن يتوجهوا بناء على التحذيرات الأمنية التي وجهت إليهم. تعليق سريع أرجوك سيادة المستشار على هذا الخبر العاجل. ده رد فعل يثبت أن هناك إرهاب، وأن ما يقيل الضيف المحترم أن ديت سلمية، لا ده هادي الأمن بيقول أن في خطورة على الأرواح والأشخاص. الموقف غريب يعني هم حتى هقول لحضرتك حاجه، ده بيسبوا الاعلام ويروحوا عاوزين يحضروا على قاعد قدام حضرتك ويقعدوا قدام المذيعين التانيين ويطلعوا يشتموهم. لا يا جماعه، احنا مش عاوزين نسمع وجهات النظر دي. تمام. وجهات نظر غريبه جدا. لكل يعني بالتاكيد دورنا في النهايه هو اتاحه الفرصه لكل وجهات النظر، مهم جدا ان هي تكون ممثله في اي من يعني القنوات وبالتالي كل برامجها، ونتمنى انه زي ما بنحاول ان احنا نحرص على ده القنوات الاخرى ايضا التي يوجه قادتها يعني السباب والاتهامات ايضا يلتزموا بهذا. بشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار اشرف نادر رئيس محكمه استئناف القاهرة. الأول هتعلق حساسيتك على الخبر العاجل أم على ما قاله سيادة المستشار؟ يعني هنعلق على كل يعني هو طبعا هو ده يعني بيعكس حالة التحفز السياسي عند بعض القضاة. هي دي الفكرة، ما هو دخل وخلاص معترك السياسة. يعني في قضاة بيؤيدوا دلوقتي التحرير وقضاة يؤيدوا جامعة القاهرة، وقضاة مهددون يعني مهددون بعدم التوجه لممارسة عمل. لا دي قضية تانية، دي بقى نقعد نحللها مع بعض. إنما أنا بتكلم على حتة التوجه السياسي للقضاء، وده خطير جدا. يعني القاضي عندما ينحاز ده يعني يجب أن يبتعد القاضي تماما عن السياسة. من حقه أنه يقول يجب عدم محاصرة المحكمة، من حقه أن يذهب إليها. لو كان في تجاوز بمنع القضاء أو إرهاب القضاء ده مرفوض تماما، حتى لو كان من بعض المنتمين. إذن ترفض هذا الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا؟ لا، أنا الاعتصام لو سلمي أنا لا أرفضه. لو جاء على فكرة حصل طيب لو جاء تحذيرات أمنية للسادة القضاء هل تعتبره سلمي؟ لا، ما أنا ما أعرفش بقى، أنا ما أعرفش تفاصيل الخبر إيه يعني عشان يعني أعلق عليه. ما ممكن يكون الكلام كلام عامي يعني ما يكونش كلام حقيقي. أنا أتوقع أن هم يروحوا وهيعقدوا الجلسة يعني وهتتم يعني. أخبار مؤكدة لنا ومصادر قضائية ومصادر أمنية. ما هي مؤكدة طبعا ده أكيد، ومن أمام المحكمة ده خطأ. لو كان في منع ده خطأ. إنما أنا بتكلم في حتة انحياز القاضي السياسي. يعني حتى سيادة المستشار انحاز سياسيا، يعني هو بيتكلم على الجامعة بشكل فيه عدائية وكأنه في موقف بينه وبين المتظاهرين السلميين أمام الجامعة. وهناك أيضا قضاء في الجانب الآخر أيضا ينحازوا يعني ضد التحرير. أنا نفسي القضاء يخرج تماما خارج ممارسة العمل السياسي. إحنا شايفين أنه من ضمن مشاكلنا دلوقتي أن القضاء أصبحوا يتبارون في العمل السياسي، بيطلعوا هذا يؤيد هذا الاتجاه وهذا يؤيد هذا الاتجاه. البعض يرى أنه دفاعا عن حقوق الاستقلالية. على فكرة أنا بتكلم على الجانبين،
ما ده يكون لديه ده بقى هو ده المطلوب، ده مطلوب، مطلوب ان يكون القاضي مستقلا تماما عن العمل السياسي. بل بالعكس، انا حتى احساسي ان احنا في وسائل الاعلام بنرتكب احيانا اخطاء مهنيه، ان احنا بنجر القضاء الى العمل السياسي بما فيهم الحريه والعداله كلنا. يعني انا مش عايز، يعني كل الاعلام بيخطئ في هذا الامر، انه بيجري حوارات احيانا لتوجيهها توجيه سياسي معين، مع ان القاضي يجب ان يكون بعيدا عن ممارسه العمل السياسي بشكل عام. فيعني على الرغم من انه بيتم الاستشهاد طول الوقت باسماء بعض المستشارين وبمواقف محدده. طيب بمناسبه الاعلام وكثير من الامور التي توجه الى الاعلام والى الصحافه، كان هناك مطلب داخل الجمعيه التاسيسيه قدمه السيد نقيب الصحفيين، ولكن تم تعنيفه كما راينا على الهواء مباشره، حيث انه اصر على هذا المطلب ان يكون في انفصال ما بين مجلس الإعلام وما بين مجلس الصحافة. الجمعية التأسيسية ارتأت بالأغلبية أن يكون مجلسا واحدا. امبارح كان في اجتماع للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتي رأت أنه كانت هناك مخالفة لقرار الجمعية بعدم حضور أو بالانسحاب من التأسيسية، ولكن على الرغم من ذلك توجه إلى هناك السيد نقيب الصحفيين. إيه اللي حصل بالضبط؟ خلونا نشوف في تقريرنا. اجتماعنا الطارئ اللي هو الحقيقة اجتماع تاريخي لمجلس نقابة الصحفيين في مواجهة بعد اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين حضره 11 عضوا وغاب عنه النقيب، أعلن المجلس رفضه القاطع لمشروع الدستور الجديد. الحقيقة أنه ما جرى في التأسيسية بالنسبة لمصر هو كارثة، وبالنسبة للصحفيين بوجه خاص، لأنه لدينا مطالب لم يتم الالتفات إليها، وبالإضافة إلى ذلك تم التراجع عن سقف الحريات العامة التي كنا قد حصلنا عليه. حرية الإعلام والصحافة ده حق للمصريين، مش مطلب فئوي للصحفيين أو لغيرهم، تماما زي استقلال القضاء، ما هو مش مطلب فئوي للقضاء، ده حق للشعب أنه يتمتع بقضاء عادل ومستقل. فإحنا كل معاركنا خضناها مع الشعب كله. عاشت وحدة النقابة. قرر المجلس بالإجماع إقامة دعوة قضائية عاجلة ببطلان التصويت على الاستفتاء الدستوري المزمع تنظيمه منتصف ديسمبر الجاري، وذلك لسماح الجمعية التأسيسية بحضور نقيب الصحفيين بالمخالفة لقرار الانسحاب الذي أقرته النقابة وإحالته للتأديب. أول مرة يحدث في تاريخ نقابة الصحفيين أن يتم إحالة النقيب إلى التأديب. التأديب بيبدأ بالتحقيق ثم بالتأديب. العقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى الشطب من سجلات النقابة. احنا هنرفع دعوة قضائية وبخاصة على المستشار الغرياني وعلى الجمعية التأسيسية، لأن المستشار الغرياني تلقى خطابا لا يحتمل اللبس بانسحاب نقابة الصحفيين. ودعا مجلس النقابة إلى احتجاب الصحف المستقلة عن الظهور الثلاثاء القادم والقنوات الفضائية المستقلة إلى تسويد شاشاتها في اليوم الذي يليه. دعونا إلى احتجاب الصحف، وبالفعل سينفذ دعوة الاحتجاب عدد كبير من الصحف المصرية المستقلة الوطنية والمحترمة، ستحتجب يوم الثلاثاء المقبل، وفي نفس اليوم يعني ننظم وقفة احتجاجية حاشدة على في دار النقابة، ثم نتوجه بمسيرة سلمية ضخمة إلى ميدان التحرير للإعراب عن رفضنا لهذا المشروع. يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي انعقدت الأحد الماضي قد شهدت مشادات بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة. محمد أبو عيطة، زي الشمس. شكرا محمد أبو عيطة. إذن إحالة الولي ممدوح الولي نقيب الصحفيين للتأديب لمخالفته قرار النقابة بمقاطعة التأسيسية، والنقابة بتدعو لانتخابات جديدة وتقاضي الجمعية التأسيسية وتعد قائمة سوداء على رأسها سيادة المستشار الغرياني. ومن الصحفيين الحقيقة موقف مغاير ومختلف تماما في المحامين، والخبر من جريدة الحرية والعدالة صفحة 6، سقوط سامح عاشور تحت هذا العنوان: مجلس نقابة المحامين يقرر إحالة النقيب للتأديب لتغيبه عن التأسيسية
التأسيسية وتفويض الضماطي متحدثا رسميا والهتافات يا عاشور قول للزند المحامين ما تجيش بالعند. نقيب المحامين بيتم تحويله للتأديب لتغيبه عن التأسيسية. نقيب الصحفيين بيتم تحويله للتأديب لحضوره جلسة التأسيسية. النقابات أيضا مشتعلة. صحيح، ما هو هي دي استمرار لحالة الاستقطاب في المجتمع، انتقلت أيضا للنقابات، النقابات جزء من المجتمع. في الصحفيين تحديدا حالة الاستقطاب دي وضحت جدا في الجمعية العمومية، ويمكن هو ده يعني ربما مربط الفرس، لأنه في خلاف كبير جدا حوالين. أنا بطبعي طبعا منحاز للصحفيين، يعني حتى في موضوع الدستور أنا أنحاز تماما للصحفيين ولحرية الصحافة، وأنا مع مطالب الجموع الصحفيين في هذا الإطار، وإن كان في التفاصيل نفسها محتاجة شوية مناقشات. يعني اللي حصل إنه في الجمعية العمومية كان في برضو حالة استقطاب، خلاف بين طرفين حوالين الإعلان الدستوري، وتم ذلك يعني وتم ترسيخ الاستقطاب مع ذهاب نقيب الصحفيين لحضور التأسيسية. لأنه كيف ترى هذه النقطة بالذات؟ يعني كان في استقطاب قد نرى هذا أو قد تراه، ولكن في النهاية كان في جمعية عمومية وكان في أغلبية على ما نعتقد. هو تحديد الجمعية العمومية عليه خلاف، الجمعية العمومية أصلا البعض يقول البعض بيقول النصاب لم يكتمل وبعض بيقول النصاب اكتمل، بس هو على فكرة قانونا، أنا فعلا سألت الزملاء في النقابة القانونيين قالوا النصاب لم يكتمل، وهنا المشكلة. مجلس النقابة بيعتبر أن الجمعية العمومية انعقدت وأخذت قرار، والأستاذ ممدوح الولي نقيب الصحفيين بيعتبر أن الجمعية العمومية لم تكتمل قانونا، ومن حقه أن يذهب للدفاع عن حقوق الصحفيين. في الدستور كان في 5 مطالب للصحفيين، 7 مطالب للصحفيين، تم الاستجابة لـ5 مطالب. هي المشكلة الكبيرة في موضوع حبس الصحفيين، انه الدستور لم ينص على حبس الصحفيين، وفي نفس الوقت اعتقد استاذ علاء البحار انه يمكن محتاجه فعلا مناقشه ومحتاجه وقت يتاح لنا فيما بعد. مشكورك شكرا جزيلا استاذ علاء البحار، مدير تحرير جريده الحريه والعداله. السؤال نوجه لحضراتكم، ما رايك في تهديد القضاء بمقاطعه الاستفتاء اعتراضا على الاعلان الدستوري؟ مؤيد جاءت بنسبه 61%، معارض بنسبة 39%، لا أهتم بنسبة 0.0%، غير مهتم. بعد الفاصل مشاهدينا هنلتقي بسيادة المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة عشان نفهم كتير من التفاصيل القانونية والقضائية والمتعلقة بمناقشة المحكمة الدستورية العليا، أو نظر المحكمة الدستورية العليا للقضايا اليوم.